أعلنت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني عن تفاصيل الإنذار العدلي الذي سيوجه الأحد المقبل للحكومة ورئيسها بخصوص الاتفاقية في المحاكم الرئيسية في عمان وإربد والزرقاء والكرك. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الحملة اليوم في مقر حزب الشراكة والإنقاذ. وأوضح منسق الحملة هشام البستاني أن الحملة ستوفر دليلا إرشاديا ومحاميا كضباط ارتباط في كافة المحاكم لتسهيل تقديم الإنذار العدلي من قبل من يرغب بتقديمه من المواطنين أو المؤسسات أو الأحزاب. هذا وأعلن عدد من الأحزاب والنقابات والفعاليات الشعبية نيتهم بالمشاركة في تقديم الإنذار العدلي المكون من 4 صفحات من الدفوع القانونية التي أعدها قانونيون وتثبت عبثية هذه الاتفاقية وانتهاكها للقانون والدستور. هناك مطالبات شعبية بتحويل كل من ساهم في هذه الاتفاقية كائنا من كان موقعه إلى المحاسبة والمساءلة والمحاكمة على هذه الجريمة، وأيضا هناك إنذار عدلي سيوجه يوم الأحد القادم. نأمل من الجميع المشاركة الواسعة اليوم وفي ظل صفقة القرن وكل ما يحاك من مؤامرات. اليوم مطلوب من مجلس النواب، مطلوب منا، مطلوب من كل القوى السياسية الوقوف بشكل صلب وبشكل واضح ضد هذه الاتفاقية حتى إسقاطها.